وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كيف لا يطمئن قلب المرء المسلم، وكيف لا تطمئن الأسرة المسلمة، وكيف لا تجتمع وتندفع عنها الفرقة إذا كانت تحافظ على قراءة قل هو الله أحد والمعوذات في كل صباح ومساء 3 مرات؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. فيا له من سبب عظيم. إن من ذكر الله عز وجل الذي ينبغي أن نحرص عليه في بيوتنا وفي أسرنا أن نقرأ سورة البقرة، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يستوطنه الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذا عود الإنسان نفسه وعود أسرته على أن تذكر الله عز وجل حفظها الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فهذا حفظ عظيم لهذه الأسر من مكر الشيطان ودخوله في البيوت. إن من أسباب تماسك الأسرة وبقاء وحدتها واجتماعها أن يكون لها قيم، أن يكون لها كبير يوقر في الأسرة